سليم. السلام عليكم. سبا؟ والله الحمد لله. باهي. انت قداش عمرك؟ 16 عام. 16 سنة. باهي مش مشكل. باهي نحكيو اليوم على ظاهرة الشباب اللي ولا يحب يعمل ستايل على روحه كيما هو يحب، لكن العباد ما تخليهش كيما هو يحب. العباد تحبه كيما هو ما يحب. سؤال فلسفي على الاخر، يعني انت تحبي مثلا تلبس هكا وتعمل بيرسينج وتعمل شعرك، لكن العباد مش قابله. لوك بتاع تو معنا، لوك تو، لوك اللي تو عاملينه مش قابله. ايه كل واحد في الدنيا ذي حر على حر على روحه، معنا يلبس اللي يحب ويعمل اللي يحب في روحه. او قداش مره انا اللي يشوفني يقول لي ايش بك لبس بلوطه شعرك هكا، نقول له ملوك عاد 3 سنين. وريني ترى بلوت. باهي وقتاش عملت هذه؟ عملتها عندي الشهر التالي. علاش عملتها؟ كل واحد يعمل حاجة في بدنه إلا ما عنده حكاية ولا مقتنع بحاجة. أنت علاش عملت؟ هكاك أنا يا ريت العبيات نتبع العبيات نعمل كيفهم بالضبط. وال شعر زاد كيف تبع العبيات نعمل كيفهم بالضبط. مشيت عملت؟ عملت. ليه عملت كنا هذايا الماشي الأسفر كاو؟ إيه الماشي هذاك هذاك كلهم كعبات مشيت. شنو قالوا كدار؟ من الأول صحيح قالوا لي علاش وتبع في الكلوشرات و قلت لهم كاو لوك طلع تو. يعني أنت عملت اللوك هذا خاطر هو اللي طلع تو اللي ماشي تو في ال يعني العباد تعمل فيه، لكن مش على خاطر أنت تحب تعمل حاجة هذيك. لا لا مش أنا. أنا كي ريت العباد لابسين معناها لابسين عاملين لوك هكا معناها في شعر و لأني قلت تبع الموت غدوة تبعت معناها مشيت صبغت وعملت بلوطة. شنو نقول عليهم الاولاد اللي صابغين شعرهم وعاملين بيرسينج؟ شنو نقول عليهم؟ شنو نقول عليهم؟ نقول عليهم شنو الكلام اللي يتقال عليه؟ عطيك تبدا متعدي هكا شو يقول؟ شنو شو يقول؟ مش شو يقولوا لك؟ يقولوا لك شبه روحك بشكون؟ يقولوا لي شبيك عامل هكا وهكا؟ نقول لهم لوك طلع تو بلوطه وصابغان شعر و... لا علاقة له بشخصيتك. لا علاقة له بشخصيتك. تتصور إذا كان فما جاي في عوض في عوض معناها تعمل هكا، تتصور إنه مثلا ولات اللحية توندونس والقميص توندونس تلبس ولا؟ نقلب جبلة يا نقلب جبلة. علاش تقلب؟ نقلب. هو 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 هذا أنا مش اللي ربيع لابس قميص، إيش تعملي نعمل؟ تعملي نقعد نتفرج فيه؟ تلبس دور دور. شنو اللي يمنعك مثلا سؤال براس، شنو اللي يمنعك باش ما تلبسش قميص يعني وتعمل لحيه هكا و... في نعم لا ترى حاجه في لحيه باش نعمل في لحيه تلبس هكا ال شو اسمه لبس قميص اي والشابو نتاعو العباد يبداو يغزلوا لي بخزره خايبه و... يبداو تشوحروا تولي برشا مشاكل. جبر ما طلعش معناها لو كذا نتاع قلت انت قميص ومازال ما طلعش. شنو خايب فيه؟ ما فهمتش. حاجه عاديه صح مستوره. شنو هي معناها على البنية تحكي ولا عرجال؟ ولاد ولاد باش يلبسوا قميص، طفلة عندها جبة ولا عباية ولا؟ ما جاش ولاد يلبس قميص، حرام، معناها مش في ديننا. نحن معناها دين الإسلام، معناها كان تكون شي لوروب وكل. لوروب يلبسوا القميص؟ لا المحلة موجودين معناها في تونس قليل مش برشا. إي لوروب يلبسوا قميص. يلبسوا قميص. خاش في فيديو ورد تبرز في عباد أوروبي لابس قميص. شنو جنسيته؟ حسب رأيك، حسب ما تفرجت في الفيديو. شنو تنجم تكون جنسيت؟ أمريكي. أمريكي لبس قميص. إيه لبس قميص. وعادي. عادي. والأمريكي الكل لبسين. لا مش قليل نحكي لك هكا العباد اللي كمان في تونس لا مش. ماناش الكل. هاكي مشطر مشطر. ولوك أنت هذايا تونسي معناها ومتاع إسلام. لا هذايا مش في دين الإسلام حرام، السبق حرام. والبلوطة حرام. أما أنا كي ريت العباد معناها متاع مدة كي ونحي معناها. كنت سابق قبل في القرية من قبل معناها وانا عمري ارحم 13 سنة قرعت جملة واحد بابا ما حبش وقت هما توا كي عاود طلعت السفرة ذي والقرية اللي طلعت توا مثلا جديدة قلت عملت هنا صبغت في الاصفر وعملت بلوط. في الـ في الـ في الـ في القراية ما قلقوكش على اللوك؟ ما قلقوكش نحي البيرسين قبل ما لا لا انا كنت نقرا ما صبغتش ما صبغت شعري كان نكح كيف انك ياما من غير صبغة. تخدم توا ولا تقرا؟ لا ما نخدمش. وتقرا؟ ما نقراش. علاش بطلت القرايه؟ بطلت القرايه خاطر امي معناها شفت حياه جديده معناها فهمتني؟ والراجل هذا باهي معانا معناها. انت بكوين؟
أنا بابا في المرز. فين؟ في المرز. ما عادش مع أمي معناها. إي طلقوا معناها. طلقوا. إيه؟ أمي شافت حياة جديدة مع رجل آخر ومعناها بيه معانا و عمل معاه البيه معناها عمل البيه معانا. قال إن شاء الله إن شاء الشهر الآخرين نمشي لطالع الأوراق إن شاء الله. علاش كيفاش باش تمشي هو باش يخرجك؟ هو باش يخرجني بالأوراق. علاش في مخك في إيطاليا؟ الآخر غادي وهاك أه؟ إي علاش مخك في إيطاليا؟ هذايا بلاد بلاد. العباد الكل أكترية واحد حرق بس سبع ملايين انا ارجع في ساعه رجعوا في ساعه ماك في بير كبير حكايه ولا تو الغربه لا تقول لي لا تونس لا هاي ايش بك فادت ايش بك فادت احكي ليه مش فاد اي علاش فاد من عيشه في تونس خايب العيشه في تونس اكثر الحاكم كيفاش الناس المشاكل علاش ني مشكلته الحاكم معك ما يحبش يبعدنا من الاخر اي شوف فاش تعملوا انتم حتى تحبوا يبعد ما فهمتش فهمني حمني باش نحرقوا ونمشوا البارد ما يطردنا قولنا برا تولي بالضرب هو يجي عليه باش ما يخليكمش تتعديوا يخدم في خدمته معناها يبدا يجس في العبيد ويبدا يجي لهنا هيك عندك هذيك تكبر تولي مشاكل من بعد فهمتك كما اللي في سيدي حسين قتلوا لنا زوز من الناس صحيح قتلوا لنا تفلولين وعاودوا قتلوا لنا ثاني من غدوه عاودوا قتلوا لنا ثاني وهاك صارت مشكلة ومزيد باش تصير ورشة مشاكل هذاك علاش نقول لك انا تونس ما عادش ف شنو مثلا توا شنو تتوقع يستنى فيك كي تمشي لاوروبا لايطاليا برشا حاجات برشا خدمة قراية عاود نقرا معناها نعاود حياتي من لوجية غاد قراية ونخدم معناها ننتج هكاك شنو يخ لوك اخر غادي وبرشا حاجات أحلامك شنية غادي؟ أحلامي نطلع قاري معنى مش نطلع قاري معنى نقرأ ونخدم ونخدم شنية خدمة اللي تخمم تخدم خدمة ولا مزيت ما عارش حسب رأيك شنية الخدمة اللي تحس روحك نجم تخدمها خدمة اللي تحس روحك نجم أنا منيت نطلع جوير نكور نطلع كور خدمة ما صغر مسيس بكور تمشي لإيطاليا تتصور روحك تمشي غادي كتكور؟ نكور نطول ندخل نقايد في كورة ونكور على روحك بيه والأولاد اللي يحبوا يحرقوا مني شنو تقول؟ قول لهم بروا احرقوا بروا ما تسموش كلمة نقول لهم احرقوا على رواحكم و كان شادوك الحاكم اكس سايبوك عاود لين يوزك كما تفل امبارح ولحومتي حرق في البابوروس الواحد ضربوها ولحومتي معناها قالوا له برا روح ولا اخر صاحبي الاخر معناها وصل في فرنسا وتاو